لكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نيوستات وتلفزيون تيليلومير. وبمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني 61، تتقدم الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نيوستات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وفريق العمل بأسمى معاني التهنئة لجلالته، متمنين له أعواما مديدة ملؤها الخير والبركة في قيادته للمسيرة الأردنية الميمونة. دعين الله أن يبقى الأردن أنموذجا للسلام والوئام والوحدة الوطنية والعيش المشترك. ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. البابا فرانسيس يعين المطران جوفاني بيترو سفيرا بابويا لدى الأردن. الأردنيون يحتفلون بالعيد 61 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني. كنائس الروم والأقباط والسريان والأرمن الأرثوذكس في الأردن يحيون يوم الحج السنوي إلى المغطس. الكنائس الأردنية تحيي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، وفيها أيضا وحدة المسيحيين بين المرجوي والمنشودي في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. أعلنت السفارة البابوية في عمان بأن قداسة البابا فرانسيس قد عين رئيس الأساقفة جوفاني بيترو سفيراً بابوياً جديداً في الأردن، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعين فيها سفير بابوي مقيم، وهذا ما يؤشر على التطور الإيجابي في العلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي والمملكة الأردنية الهاشمية. أكمل السفير البابوي الجديد دراساته الجامعية والعليا في الفلسفة واللاهوت سيما كاهناً عام 1989، تقلد مناصب عديدة آخرها أمين عام للمجلس البابوي وأمين عام في مجمع تبشير الشعوب ورئيس أساقفة ورئيس للجمعيات الرسولية البابوية، وهو يجيد 5 لغات عالمية. تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة هذه الأيام بالعيد 61 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وعند مولد جلالته في 30 من شهر كانون الثاني من عام 1962، هنأ المغفور له الملك الحسين بن طلال الأسرة الأردنية بقدوم ابنه الأمير عبد الله، وكان قد نودي بجلالة الملك عبد الله الثاني ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية بعد وفاة والده جلالة الملك الحسين في 7 من شهر شباط عام 1999 ليتولى العهد الرابع للمملكة. ويبذل جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية جهودا كبيرة للحفاظ على عروبة القدس وهويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ودعم وتثبيت سكانها مسلمين ومسيحيين، كما تحمل لقاءات جلالته المتواصلة مع العديد من رجال الدين والقيادات الإسلامية والمسيحية تأكيدا واضحا على دعمه لصمود كنائس الأرض المقدسة. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أحيت الكنائس الرسولية في المملكة وللسنة 12 على التوالي احتفالية أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والتي جاءت هذا العام تحت عنوان تعلموا الإحسان واطلبوا العدل المأخوذ من إنجيل النبي أشعيا. تفاصيل أوفى حول هذا اللقاء الكنسي الحاشد في سياق التقرير التالي. نظم مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أمسية صلاة من أجل وحدة المسيحيين، وذلك في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في صويفية بعمان، وقد جاء عنوان صلاة هذا العام تعلموا الإحسان واطلبوا العدل المأخوذ من إنجيل النبي أشعيا، حيث يرمز هذا العنوان إلى المساعدة في التأمل بكلمة الله التي تدفعنا دوماً لنجدده في المحبة والسعي نحو العدل المأخوذ من إنجيل النبي أشعيا. وبهذه الروح الأخوية اجتمع مسيحي المملكة من مختلف الكنائس والرعايا والمؤسسات الكنسية والإكليروس والرهبانيات والفعاليات الرعوية، ورفعوا الصلاة بقلب وفكر واحد للرب يسوع المسيح لكي يجمعهم بالمحبة والأخوة لتعزيز الخير والشهادة التي استحقها السيد المسيح بموته وقيامته. أيها الرب يسوع، يا من في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا
صليت ليكون تلاميذك بأجمعهم واحدا كما أن الآب فيك وأنت فيه، اجعلنا نشعر بعدم أمانتنا ونتألم لانقسامنا، أعطنا صدقا فنعرف حقيقتنا وشجاعة فنطرح عنا ما يكمن فينا من لا مبالاة وريبة ومن عداء متبادل، وامنحنا يا رب أن نجتمع كلنا فيك فتسعد قلوبنا وأفواهنا بلا انقطاع. صلاتك من أجل الوحدة المسيحيين كما تريدها أنت وبالسبل التي تريد، ولنجد فيك يا أيها المحبة الكاملة الطريق الذي يقود إلى الوحدة في الطاعة لمحبتك وحقك. أعطي كنائس الشرق أن تسعى إلى الوحدة والمحبة والعمل المشترك، فتشهد لاسمك القدوس أمام الناس أجمعين. باركنا، ازرع محبتك في قلوبنا، وحدنا تحت مظلة صليبك، آمين. وخلال اللقاء المسكوني دعا رؤساء الكنائس في تأملاتهم إلى الالتزام بالصلاة والمحبة، وأن نعيش صدق المحبة المسيحية التي تشكل أساس الوحدة، لافتين إلى أنه لا يمكن للوحدة المنظورة إلا أن تكون ثمرة الروح القدس، وعلينا أن نجعل دائماً من المحبة هدفاً لنا وأن نحاول تحقيقها بين المؤمنين والمؤمنات. أكد رؤساء الكنائس الأردنية أن صلاتهم لأجل الوحدة هذا العام انطلقت حاملة معها جرعة من الرجاء والأخوة وأمل منشود يتحد فيه المسيحيون قلبا وروحا، متضرعين إلى الرب يسوع المسيح له المجد أن يمنحنا الوحدة والمحبة والإخلاص. وفي كلمته دعا المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن المؤمنين إلى الصلاة بنية عزيزة على قلب السيد المسيح وإلى عمل كل ما هو صالح وتلمس احتياجات الأرامل والأيتام والالتفات إلى المحتاجين والمضطهدين والمهمشين، ونوه سيادته بأن صلاة الوحدة هي صلاة لروح القدس الذي يوحدنا واعتراف أمام الله بخطايانا وانقساماتنا التي أبعدت المؤمنين عن الكنيسة. يقول أشعيا النبي: تعلموا الإحسان واطلبوا البر. لا يريد الله من شعبه أن يمارس العدل بالمعنى القانوني فقط، بل أن يتعلم ويعتنق مبدأ فعل الأمور الصحيحة. لا يطلب الله الاكتفاء بتقديم الرعاية للأيتام والأرامل والمهمشين فقط، بل يدعونا إلى فعل كل ما هو صالح وكل ما هو خير لهم. الكلمة العبرية الأصلية التي تدل على الصلاح تعني أن تكون سعيداً وفرحاً وأن تفعل ما هو جيد وجميل. أن تكون مسيحياً يعني أن تكون تلميذاً. جميع المسيحيين يجتمعون لسماع كلمة الله ويتعلمون معاً ما هو عمل الخير وما الذي نحتاج أن نعمله في هذا التضامن، في وقت بات المجتمع لا مبالياً أكثر فأكثر
باحتياجات الآخرين. يجب علينا كأبناء لله أن نتعلم الالتفات إلى حالة إخوتنا وأخواتنا المحتاجين والمضطهدين. وفي عظة الاحتفالية التي ألقاها سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أبرشية الروم الكاثوليك، حيث وجه كلامه للمؤمنين بموضوع البحث عن المسيح، ليس ضرورياً أن يكون في الإفخارستية فقط، وإنما في كل شخص محتاج، معوز، مهمش، متألم. أول شيء الدينوني قائمي على أساس المحبة، على أساس المحبة قائمي دينونة الله، محبتنا للجائع، محبتنا للعطشان، محبتنا للمريض، محبتنا للسجين، محبتنا لكل إنسان معوز على أساس الله بدوننا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وأساسية جدا جدا، إنه السيد المسيح يتطابق شخصه مع هؤلاء الناس، مثل ما قالنا هذا هو جسدي هذا هو دمي. اليوم عم بيقلنا هذا أنا من خلال الإنسان المريض، من خلال الإنسان الشائع، من خلال الإنسان البائس، من خلال الإنسان المعوز، من خلال هؤلاء البشر أنا بتلقوني من خلالهم. وقد شارك في احتفالية أسبوع الصلاة لهذا العام رئيس أبرشية الروم الكاثوليك المطران جوزيف جبارة، ورئيس أساقفة القدس للأنجليكان المطران حسام نعوم، وراعي كنيسة الأقباط الأرثوذكس القمص أنطونيو الصبحي، وراعي كنيسة الأرمن الأرثوذكس الأرشمندريت أفيدس أبرجيان، وراعي كنيسة السريان الأرثوذكس الأب بنيامين شمعون. كما شارك في الصلاة راعي الكنيسة المارونية الأب جوزيف سويد، وراعي الكنيسة الكلدانية الأب زيد حبابة، وراعي كنيسة السريان الكاثوليك الأب ثائر عبا، والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ماورو للي، وأمين عام مجلس رؤساء الكنائس الأب إبراهيم دبور، إضافة إلى عدد من الكهنة والرهبان والراهبات وحشد كبير من المؤمنين. وتأتي هذه الصلاة السنوية في أسبوع عالمي تدعى فيه كنائس العالم المتعددة إلى الصلاة من أجل وحدة الكنيسة ومن أجل السلام في العالم كله، حيث يعود تاريخ إطلاق الأسبوع إلى قرن مضى يحتفل به مسيحيو العالم سنوياً لطلب تلك الهبة الرائعة. أحيت الكنائس الأرثوذكسية في الأردن الحج المسيح السنوية 23 لموقع عماد السيد المسيح في المختص، وتضمن الاحتفال إقامة قداس إلهي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس، بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وجموع غفيرة من المؤمنين. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية الرومية في الأردن وفلسطين بعيد ظهور الإله الغطاس، وقد أقيمت بهذه المناسبة مراسم الحج السنوي لكافة رعايا الأراضي المقدسة، تضمن احتفالاً بالقداس الإلهي وتقديس مياه نهر الأردن المقدس عند موقع معمودية السيد المسيح المغطس. ترأس الخدمة سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، بمشاركة جمع من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور وزراء ودبلوماسيين وشخصيات رسمية وعامة، وسط مشاركة فاعلة للمجموعات الكشفية الأرثوذكسية وأفراد الشبيبة وجمهور المؤمنين من مختلف رعايا المملكة. وألقى المطران خريستوفوروس كلمة روحية ووطنية أمام جموع المؤمنين، قال فيها: نحن كمسيحيين أردنيين أمامنا مسؤولية كبيرة تتمثل بتثبيت وجودنا والمحافظة عليه في بلادنا المقدسة، متضرعا سيادته إلى الرب الإله أن يمنح جلالة الملك عبد الله الثاني كل بركة ونعمة من لدنه، مشيدا سيادته بالدور الهاشمي في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما أثنى المطران خريستوفوراس على جهود سمو الأمير غازي بن محمد لرعايته لموقع المغطس ولكل من ساهم في دعم وتطوير الموقع وإنجاح هذه المناسبة. أبنائي، في هاي اللحظات المقدسة والمباركة اللي فيها كل العالم في هاي اللحظات ناظري لهون لنهر الأردن حتى يشوف السيد وهو يغرق الخطية بمياه نهر الأردن ويعطينا الحرية ويعطينا الحياة بقيامته من بين الأموات. أبنائي، في هاي اللحظات المقدسة نرفع صلاة من أجل كل العالم، من أجل السلام، من أجل البركة، من أجل النعمة، من أجل التوبة، حتى العالم يبقى الله حي في ضمائر بني البشر. الله ما يغيب عن ضمائر الناس، لأنه إذا غاب أكثر رح يجي غضب الله الآتي على البشرية. عشان هيك قديش مهم اليوم من هون من الأردن نوجه رسالة لكل العالم حتى نتمسك بقيمنا، بمبادئنا، برسالتنا الروحية، بتعاليم الكتاب المقدس وبتعاليم الكنيسة المقدسة. اليوم ونحن منرفع صلاة لكل العالم، نرفع صلاة من أجل ملكنا المحبوب عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. في هاي اللحظات منصلي من أجل العائلة الهاشمية، من أجل الأسرة الأردنية الواحدة، مسلمين ومسيحيين، حتى نبقى موحدين مع بعضنا البعض زي ما هي حضارتنا، زي ما هي حضارتنا 1400 سنة مع بعضنا البعض، شركاء في الوطن الواحد، في بلادنا المقدسة، لأنه هاي هي بلادنا المقدسة اللي نحن من مئات لا بل من ألوف السنين نحن موجودين فيها. وفي الختام أقام سيادته خدمة تقديس الماء مباركا الحاضرين، ثم غطس الصليب المقدس في النهر كالعادة لتقديسه، مطلقا الحمام الأبيض رمزا للروح القدس الذي رفى فوق مياه نهر الأردن عند اعتماد السيد المسيح. هذا المكان المبارك المغطس معمودية السيد المسيح، أتقدم بأجمل التهاني والتبركات إلى سيد البلاد وقائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده الأمين بحلول العام الجديد. كما أتقدم من مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم رئيس مجلس أمناء هيئة المغطس بالشكر الجزيل لدعمه هذا المكان المقدس والفريد والوحيد في العالم. هذا المكان المقدس أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني رسائل الوئام والتسامح والعيش المشترك، منها رسالة عمان وكلمة سواء وأسبوع الوئام بين الأديان. لذلك قام المجتمع الدولي بتكريم جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بجوائز فريدة، منها جائزة تيمبلتون وجائزة مصباح السلام وجائزة الطريق إلى السلام وجائزة رجل الدولة الباحث. هذا الموقع المقدس الذي يقوم على حمايته القوات المسلحة والجيش العربي المصطفوي، والذي يقدم جميع التسهيلات للحجاج من كافة الطوائف المسيحية في الأردن والوطن العربي والعالم للوصول إلى مكان معمودية السيد المسيح بكل سلاسة وسهولة. وفي نفس السياق طبعا قامت إدارة هيئة موقع المغطس بتهذيب المكان
المطلات والساحات والممرات من أجل التسهيل على الحجاج المسيحيين لا وصول إلى المواقع الدينية لإقامة شعائرهم الدينية من قداديس وصلوات وتعميد. وفي الجانب الغربي لنهر الأردن ترأس غبطة البطريرك كيريوس كيريوس يوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن خدمة تقديس الماء الكبير في المقدس، حيث ألقى غبطته الصليب في مياه نهر الأردن حسب العادة من على متن قارب كما كان معمولا به قديما عندما كان منسوب مياه النهر مرتفعا، بحضور جمهور المؤمنين الذين حجوا إلى هذه البقعة المقدسة التي شهدت الظهور الإلهي. وفي أجواء إيمانية تملأها الفرحة والبهجة، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على ضفاف نهر الأردن الشرقية والغربية بيوم الحج المسيحي في موقع معمودية السيد المسيح بالمغطس، حيث ترأس الصلاة على الجانب الشرقي من نهر الأردن قدس القمص أنطونيو الصبحي كاهن الرعية القبطية في الأردن، وفي الجانب الغربي الأنبا أنطونيوس مطران القدس والشرق الأدنى بمشاركة شمامسة وأبناء الكنيسة القبطية في الأردن وفلسطين. وفي كلمته الروحية شكر الأب أنطونيوس جلالة الملك عبد الله الثاني على محبته وتوصياته بالاهتمام بموقع المغطس المقدس، كما شكر سمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء المغطس على جهوده المبذولة مع هيئة الموقع في الحفاظ على قدسية المكان، والشكر الموصول كذلك إلى الأجهزة الأمنية الأردنية لما يبذلونه من جهد في الحفاظ على أمن وراحة الحجاج. وفي جو روحي بهيج ترأس غبطة بطريرك السريان الأرثوذكس مار أغناطيوس أفرام الثاني طقس تبريك المياه على ضفة نهر الأردن في موقع معمودية السيد المسيح المغطس بمشاركة الأب الربان بنيامين شمعون راعي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس في عمان، ولفيفا من الأساقفة والشمامسة وجمع من أبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في المملكة. وفي كلمته قدم الأب بنيامين التهنئة لكافة المسيحيي العالم، كما شكر جلالة الملك عبد الله الثاني على رعايته لموقع المغطس ولسمو الأمير غازي بن محمد على اهتمامه لرعاية هذا المكان المبارك. نحن اليوم مجتمعين هون صلينا مع بعضنا مع أولادنا اللي جايين من الضفة الغربية للنهر، يعني من القدس وبيت لحم وأريحة وباقي مدن فلسطين، اجتمعنا مع بعض بالصلاة، صلينا مع بعض الجهتين الشرقية والغربية لنهر الأردن حتى نحتفل مع بعض نتبارك من هالمكان المقدس، وأيضا هي علامة وحدة موجودة بين أبناء الرب وين ما كانوا مهما فرقتهم الظروف الجغرافية، لكن هن واحد بالإيمان بالمحبة بالانتماء للكنيسة. نعيد كل العالم اليوم من هالمكان المقدس، ونتمنى للعالم كله أمن وسلام وقداسة اللي ربنا من أجله جاء حتى يقدس الإنسان، إن شاء الله كل العالم يكون مقدس للرب ويعترف بالرب الإله إله ومخلص وملك علينا، وكل عام وانتم بألف خير. على صعيد متصل، أحيت الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية في الأردن وفلسطين في موقع عماد السيد المسيح في المغطس الاحتفالات بعيد الظهور الإلهي والحج المسيحي في قداس إلهي ترأسه الأرشمندريت أفيديوس أبريجيان راعي الكنيسة بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الأرمني في الأردن وعدد من الخدام والمرتلين والشعب وحضور بعض الشخصيات الرسمية، حيث شارك العديد من الأرمني في الأردن وفلسطين في زيارة الحج إلى المكان المقدس، وأقاموا الاحتفالات والمراسم التقليدية على ضفة نهر الأردن عند موقع عماد السيد المسيح كالمعتاد في مثل هذه الأيام من السنة. إننا بهذه المناسبة الطيبة نود أن نشكر قائدنا المعظم السيد البلد الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم صاحب الوصاية على أماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مدرعين إلى الله العز وجل أن يمد جلالته بطول العمر وأن يديم عليه موفور الصحة والسعادة وأن يحفظ فخرا وعزا وسندا لقيادة أردن إلى مستقبل باهر. كما ونشكر
سموه أمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته ورئيس المجلس الأمناء هيئة الموقر المختص لرعايته وما يقدمه من اهتمام الخاص بهذا الموقع التاريخي والديني الذي يجمع المسيحيين من جميع أنحاء العالم متضمنين له الصحة والعافية والسعادة وطول العمر. كما ونشكر مدير العام هيئة الموقع المختص المهندس رستم مغتشان ونائبه الدكتور عبد العزيز العدوان على جهودهم للحفاظ على هذا المكان المقدس والتعاون المستمر لطوائف المسيحية ولنا. اليوم الصلاة كانت برئاسة النائب البطريركي الأرشمندريت أبديس وفي وجود حوالي 200 من الجالية الأرمنية استمتعوا بهالمكان. بس اسمح لي بهالمناسبة بحب أشكر جهود كل الجهات اللي ساهمت في إنجاح هاي العملية لضمان سلامة الحاج الجيش العربي الأمن العام وكل فروعه والأجهزة الأمنية. بدونهم ما كان النجاح بتم بالطريقة اللي بتم لأنه هم أجهزتنا الأمنية هو حماية المواطن. فمن خلالكم وجه الرسالة شكر لكل الشباب اللي وقفوا معنا لضمان نجاح هاي المهمة. وكل عام أنتم بخير، أهلا وسهلا فيكم بالمختص. اختتم وفد تنسيقية الأساقفة من أجل الأرض المقدسة زيارتهم إلى المملكة، وقد شملت الزيارة التي استمرت عدة أيام النيابة البطريركية اللاتينية في الأردن والسفارة البابوية وجمعية كاريتاس الأردن ومدارس البطريركية اللاتينية ومركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، كما زاروا رعايا عجلون والفحيص وجبيها. وخلال زيارتهم إلى المملكة التقى وفد الأساقفة عدداً من البعثات الدبلوماسية العاملة في المملكة، وتركز موضوع اللقاءات حول المسيحيين في الأردن ودورهم الهام في المجتمع الأردني. وفي ختام الزيارة عبر الوفد عن تقديرهم لاحترام الكرامة الإنسانية في الأردن وتقدير المسيحيين الأردنيين لنعمة الأمن والاستقرار المتوفرة في بلدهم. وضم الوفد الزائر أساقفة يمثلون أكثر من 15 دولة. بعد وصوله إلى بيت لحم في موكب حاشد ترافقه المجموعات الكشفية التي طافت شوارع المدينة بأجمل المعزوفات الميلادية، توجه غبطة بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس والديار المقدسة والأردن نورهان مانوبيان إلى كنيسة المهد، حيث ترأس عقب وصوله الكنيسة وبحضور عدد كبير من أبناء الرعية قداس منتصف الليل لمناسبة عيد الميلاد المجيد والإغطاس حسب التقويم الكنيسة الأرمنية. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. استقبلت مدينة بيت لحم غبطة البطريرك الأرمن في القدس والديار المقدسة والأردن نورهان مانوغيان وبطريرك الأرمن الأرثوذكس في القسطنطينية ساهاك ماشليان، وذلك بمناسبة الأعياد الميلادية المجيدة للكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، حيث كان الاستقبال حافلاً بحضور المطارنة والكهنة والشمامسة والمحافظ اللواء كامل حميد ورئيس البلدية الأستاذ حنا حنانية وأعضاء المجلس البلدي والدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس والأجهزة الأمنية في المحافظة ورؤساء وممثلي المؤسسات والفعاليات وحشد كبير من أبناء الكنيسة الأرمنية في القدس والأراضي المقدسة. مدينة بيت لحم تتميز بأنها تحتفل بالأعياد الميلادية المجيدة بحسب التقويم الغربي ومن ثم التقويم الشرقي وأيضا بحسب الكنيسة الأرمنية، فهذا ما يميز مدينة بيت لحم، لأن مدينة بيت لحم تلبس حلة الميلاد لفترة طويلة، فبالتالي نختتم هذه الأعياد الميلادية المجيدة ونقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير. ورسالتي للعالم أنه يحل السلام على جميع الأمم أينما كانوا أينما وجدوا من إسلام ومسيحيين، وربنا إحنا واقفين قدام مركز السلام وإن شاء الله ربنا برمي السلام بين العالم بين المحبة والأخوة.
تخلل الاستقبال مشاركة المجموعات الكشفية وجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية والرواد، والتي طافت شوارع بيت لحم بأجمل المعزوفات الميلادية. وبعد وصول غبطة البطريرك مانوغيان وغبطة البطريرك ماشليان لساحة المهد، ابتدأت الصلوات والدخول للكنيسة لاستقبال المهنئين في قاعة الأرمن بمناسبة عيد الميلاد المجيد للكنيسة الأرمنية التي احتفلت بقداس منتصف الليل بحضور الدكتور محمد شتية رئيس الوزراء والمسؤولين وحشد كبير من المؤمنين والقادمين من مناطق مختلفة. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم. قرر مجلس الأساقف الكاثوليك في الأرض المقدسة خلال اجتماعه الأخير في مدينة لارنكا القبرصية تعيين الدكتور نبيل موسى خرمان مدير عام مدارس السعادة في عمان أمينا عاما للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن للسنوات الخمس القادمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين. نورسات الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلة بالمديرة الإقليمية للقناة الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل يتقدمون من الدكتور نبيل بأحر التهاني القلبية متمنين له مزيدا من التقدم لخدمة رسالة التربية والتعليم في الأردن. طبعا أنا تشرفت بتعييني أمين عام للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن، كان إلي شرف كبير لهذا المنصب. طبعا هذا المنصب من يوم تأسيس الأمانة كان منصب لرجل دين لخوري، وأول مرة بتم تعيين رجل علماني يدير هذا المنصب ويكون أمين عام، فهو تحدي كبير بالنسبة لي إنه الله راد نكمل مسيرة أسلافنا الخوارنة ورجال الدين اللي قاموا على إدارة هاي الأمانة وهاي المؤسسة الكبيرة اللي بتضم 54 مدرسة مسيحية خاصة في الأردن. فبحب أشكر كل الجهود اللي تمت من قبلهم، من قبل الأب حليم، الأب حنا جلوف، الأب رياض حجازين، الأب حنا كلداني، الأب رشيد مستريح. وبشكر كتير مجلس الأساقفة اللي انعقد بقبرص وتم تعييني أمين عام من قبلهم، وبشكر طبعا غبطة البطرك وسيدنا المطران جمال خضر على هذه الثقة، وإن شاء الله نكون قد هذه الثقة وجديرين في هذا المنصب. بعض مخططاتنا أكيد النظر أو إعادة النظر في النظام الداخلي، أكيد في رسوم اشتراكات المدارس، رح نعمل نحاول بنك أسئلة يكون للنظام الوطني ونظام الاي جي لمدارسنا. عم نفكر كمان نعمل مؤتمرات طلابية، مؤتمرات للمعلمين وتدريب، مؤتمرات ودورات تدريبية للمدراء المدارس. ننظر في مناهج الدين المسيحي، ننظر في وضع الطلاب المسيحيين المتواجدين في المدارس الغير مسيحية بالنسبة للمناهج اللي قاعدين عم بدرسوها والمعلمين اللي قاعدين عم بدرسوهم. يعني في أفكار كتيرة إن شاء الله رح نشتغل يد بيد مع الهيئة الإدارية الموجودة معنا، لأنهم جدا متعاونين وكلهم زملاء عزيزين على قلبي. فإن شاء الله بنشتغل مع بعض يد بيد ونضلنا مستمرين في هذه المسيرة ونرفع الأمانة ونقويها مع بعض بالعمل الجماعي. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة حلقة متميزة بعنوان وحدة المسيحيين بين المرجو والمنشود. تناولت الحلقة مفهوم الوحدة التي هي نعمة لا تتحقق إلا بالصلاة، ومحبتنا لبعضنا بعضا واحترام الآخر بثقافته ومعتقداته والتفاف الشعب حول السيد المسيح. فإلى هنا، يعني نحن لما منحكي عن الوحدة ولما منطلب الوحدة نحن ما عم نلغي الآخر وما عم نذوب حدا حساب حدا، نحن عم نطلب الوحدة تنصلي معا. هلأ بغض النظر عن الاختلافات، ممكن اختلافات شعائرية، تقاليد كنسية، طقسية،
ممارسات في الكنيسة، لكن احنا الجوهر واحد، هو المسيح يسوع المسيح واحد. لازم نحن نحترم الآخر بغض النظر عن اختلافه. انت متوافق معاه بالفكر، موافق معاه بفكرة، او موافق معاه بالرأي، او مختلف عنه بالرأي. عندك انت أرثوذكسي، عندك طقسك وعندك ثقافتك الأرثوذكسية نحترمها، الكاثوليكية، اللاتين، الروم الكاثوليك عندهم طقوسهم نحترمها، الكنائس الإنجيلية عندهم طقوسهم نحترمها ككنائس، يعني هي بتتبع نهج معين، لاهوت معين، فبدنا نحترمها. في اختلافات أحيانا بين الأرثوذكس واللاتين، وفي اختلافات بين الاقباط والسريان، بين الكلدان والكاثوليك، بين الارثوذكس والكلدان، بين الكنائس الإنجيلية والكنائس الكاثوليكية والارثوذكسية. لكن لما احنا بنحكي عن الوحدة وبنتمنى، بنقول يا رب نتوحد، نتوحد بالصلاة، نتوحد بالنعمة، نتوحد انه نحن مسيحنا واحد. هلا هذا في الاختلافات ما رح ندخل فيها، نتركها لرؤساء الكنائس يدخلوا فيها بالمجامع الكنسية والاجتماعاتهم. وفي تاريخ الكنيسة طبعا هي تدرس هذا الاشي، مش مغيبة يعني. في اختلافات نعم نحن وعيين لإلها، لكن مو الشعب المؤمن هو اللي بيصلح او بيعدل حسب يعني حسب فهمه. لا، في عنا مجامع وفي عنا متخصصين بهاي الامور. يعني هو الاصل في الموضوع ان الاختلاف لا يولد الخلاف. طبعا في كل الادبيات والاخلاقيات والفلسفيات اللي اتعاملت فيها ثقافات عبر العصور، وطلعوا البيت الشعر او المقولة اللي بتحكي انه الخلاف لا يفسد الود قضية. نعم. ولكن للأسف في الموضوع الديني وبالذات المسيحي، هذا الموضوع بالذات في 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 للأسف الشديد، بنحكي بعيدها مرتين للأسف الشديد، انه في شحن اتجاه هذا الموضوع. يعني لما تختلف العقائد بين الكنائس ويختلف أشياء أساسية، مش إنه إحنا بنحكي هذا بفوتوا من الباب اليمين ولا بفوتوا من الباب الشمال، هدول بصلبوا من اليمين لشمال ولا من شمال يمين، لا، في أشياء الحقيقة المتعمق باللاهوت بشوف في اختلافات جوهرية بالعقائد، بالانبثاق، بالنظرة للثالوث، في أشياء جوهرية. هلأ على الصعيد المحبة، على الصعيد العادي، التعاون مستمر والمحبة موجودة، نصلي لأجل أن نصلي. نعم. نصلي لأجل أن نصلي مع بعضنا البعض، نصلي لأجل أن نستطيع أن نصلي مع بعضنا البعض كإكليرس وليس كمؤمنين. اليوم المؤمن اللي بعمان الكنيسة اللي بجنبه بيصلي فيها، إذا كان أرثوذكسي وكاتدرائية القديس جورجيوس بجنب بيته، أنا متأكد ما راح يطلع أسوفية ويأخذ تاكسي بدينار، راح يصلي بكنيسة الكاثوليك. نعم. وإذا كان ساكن الروم الكاثوليك بجنب كنيسة الصوفية راح يصلي بصوفية. نعم. فالعلمانية ما في، مش بحاجة نصلي عشان وحدتهم، هم متحدين صراحة، ولكن الوحدة لأجل من؟ الكليروس، لأجل رؤساء الكنائس أنهم يقدروا يصلوا مع بعض. هلا جاي يعني واحد يحكي لي أنه لما بيجتمعوا رؤساء مجلس الكنائس يعني مع بعض، أكيد قبل يبلشوا اجتماعهم معقول ما بيصلوا؟ أكيد راح يصلوا ويباركوا الأكل اللي راح يأكلوا مع بعض، راح نشوفهم بيصلوا مع بعض، راح نشوفهم بيصلوا مع بعض زي ما عم نشوفهم من 8 سنين وإحنا بنعمل الوحدة، صلاة الوحدة من 8 سنين يعني كنا نحن مننظمها. هاي السنة أول سنة المجلس رح ينظمه بالضبط، مش يعني النورسات. مش النورسات. فنحن يعني الهدف كان بهالثمان سنين وصلنا له، بعتقد انه لما المجلس هو الذي ينظم هذه الاحتفالية وصلنا يعني. والراعي الإعلامي نورسات والراعي الإعلامي نورسات ما تخلوا عنا إن شاء الله. لا أكيد 100%. ليه الكنيسة تدعو إلى الوحدة؟ من أجل هذه الآية، ليكونوا واحدا كما أنا والآب واحد. عشان هيك الكنيسة بتصلي من أجل الوحدة، واللي التعليقات اللي بتقول إنه صلاة الوحدة غير جائزة أو صلاة الوحدة غير مقبولة، بدي أقول لك يسوع المسيح اللي بتآمن فيه أنت هو الذي طلبه، مش الكنائس تطلب. يسوع المسيح بناء على طلبه ليكونوا بأجمعهم واحدا كما أنا والآب واحد، هو اللي طلب نصلي من أجل الوحدة.
فهذا مطلب إلهي موجود في الكتاب المقدس للمؤمنين بالكتاب المقدس، فما جايبينه من الفضاء الخارجي أو الكنيسة بتدعته أو بدعة أو هرطقة. أو الصلاة الوحدة هي من يسوع المسيح اللي طلبها، ومن بداية القرن من 1908 إذا بترجعوا لتاريخ الصلاة من أجل الوحدة. أبونا اليوم الكنائس مجتمعة تحت رعاية مجلس رؤساء كنائس الأردن تحتفل بصلاة الوحدة، اللي احنا بنحتفل بأسبوع الوحدة اللي هم بين 18 إلى 25، واليوم تجتمع رؤساء الكنائس مع الشعب بصلاة مسكونية بتضم كافة الكنائس. ما رأيك أو تعطينا مفهوم الوحدة وشو بالنسبة لإلك معنى الوحدة؟ وحدة الكنيسة هي مطلب إلهي في الأساس. نعم. السيد المسيح إجا على الأرض يعطينا كنيسة، إجا على الأرض يعطينا بشرة سارة. نعم. والبشرة السارة ما سلمها لأفراد متناثرين، بل سلمها للكنيسة اللي أسسها، وهذه الكنيسة هي بالأساس واحد. نعم. ومطلب يسوع المسيح وصلاته، الصلاة الكهنوتية، كان عم بيصلي بطلب الآب السماوي ليكونوا بإجماعهم واحدا. نعم. وبما أنه هو مطلب إلهي فلا بد أنه يكون إلى كل الأهمية، مش بس بأهمية عامة، لا بل كل الأهمية اللي إحنا لازم نهتم فيها. نعم. ووحدة الكنيسة بيجوز تاريخنا بيحكي لنا قصص كثيرة مما يلغي أو يضر في وحدة الكنيسة. فهذا كان في التاريخ، وكمان في تاريخنا عندنا كثير من الأحداث اللي بتحكي لنا عن وحدة القلب. نعم. على الرغم من كل الخلافات، وإذا حبيتي كمان اختلافات وبأي مصطلح كان، لكن في كثير ملايين من القصص اللي بتحكي لنا عن القلوب المتحدة. ليش؟ لأنه احنا متحدين في الهدف. الهدف هو مجد الله وخلاص النفوس. احنا كلياتنا إذا بنلتف حوالين يسوع المسيح لابد أن تكون قلوبنا كلها منتفعة على بعض. بهذا وصلنا أعزائنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يعين المطران جوفاني بيترو سفيرا بابويا لدى الأردن. الأردنيون يحتفلون بالعيد 61 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني. كنائس الرومي والأقباط والسرياني والأرمن الأرثوذكس في الأردن يحيون يوم الحج السنوي إلى المغطس. الكنائس الأردنية تحيي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.